على الباثولوجيكال فراكشرز اوف سباين. طبعا يعني كلمه باثولوجيكال هنتكلم كده كبدايه كده مقدمه خفيفه، هي ايه؟ ديفيشن فروم نورمال فيسيولوجي اند اناتومي ويتش نورمالي هيلبس ويستاند ذا نورمال فيسيولوجيكال لودز. النورمال فيسيولوجي اللي هو النورمال، هنتكلم هنا في البون او في السباين، النورمال بون تيرن اوفر اللي هو زي ما احنا عارفين اللي هو بيبقى بون بيلدينج واوستيوجينيك لغايه سن 30 تقريبا، وبعدين ستيشنري من 30 ل 40، وبعد كده يحصل ايه؟ يبدا يحصل ريجريشن وريزوربشن في البون ويز ايج. طبعا بيزيد عند فتره البوست منوبوزال في الفيميل. وده هو اللي بيؤدي، او النورمال فيسيولوجي ده هو اللي بيؤدي الى النورمال اناتومي اللي هو النورمال ديستريبيوشن والاستراكشر اوف الكانسيلس بون ونسبته العاليه في الفيرتبرال بوديز، وبالنسبه للكورتيكال بون، وكمان يحافظ على الجيومتري بتاع الفيرتبرال بودي شيب فروم ذا دورسال سباين داون تو ذا سيرفايكال دورسال داون تو ذا لامبر سباين. يعني ده الشيب الطبيعي بتاعنا في الفيرتبري. فبيبدا يحصل ويكننج في البون تراكيلي وبون ريزوربشن، او بيبدا يحصل اوستيوليسيس نتيجه اي باثولوجيكال اليمنت سواء كان بناين تيومر انفكشن مالجنت تيومر ميتاسيس، بيبدا الكونستركت ده يضعف، الكانسيلس بون بيتاثر الاول، يمكن الميتاسيس او اللي هو الباثولوجيكال ميتاسيس بتبدا في البيديكل وبعدين تطلع على البادي، لكن في المحصله في الاخر بيبقى النتيجه ان احنا عندنا ديسربشن للنورمال فيسيولوجي والنورمال ستراكشر والجيومتري اوف ذا فيرتبرال بادي، يؤدي بالتدريج كده يعني بعض يحصل جراديوال كومبريشن مع الوقت، ممكن ما يبقاش بينفل، ممكن يبقى اكيوتلي بينفل وبعدين يروح البين ويكمل البروجريسيف كولابس او البروجريسيف كايفوزس، ممكن يبقى الكومبريشن سنترال في حالات الميتاستاتيك ليجنز ما بيبقاش فيه افكشن جامد للانتيير بورشن، يمكن في الميدل بورشن او الاوستروميديال بورشن البوستيرير او بوستيرال بورشنز اكتر، يعني بيبدا يحصل في اماكن مختلفه على حسب الباثولوجي اللي بيأفكت البرتبرال بادي او البرتبرال ستراكشر. الباثولوجي دايما غالبا بيبقى حاجه كرونيك بروسس وبتاخد وقت واوفن بينفل، مش دايما بينفل، زي مثلا الاوستيوبوروزس بنلاقي ان هو غالبا ما بيبقاش بينفل الا لو حصل فراكشر او لو في سيفير اوستيوبوروزس، وورد نوت كومن يبقى انه بينفل. الفراكشر يوجوالي لما بتحصل بتبقى اكيوت بروسس، غالبا بتبقى بينفل او اولوز بتبقى بينفل، وبيبقى معاها ديكريز في الفيرتيبرال بادي هايت، و ما نطلق عليه الويدجنج لو هو بادئ في الانتيير كولوم افكتنج اكتر من الميديان كولوم. لو جمعنا التو تيرمز اللي هو الباثولوجيكال فراكشر هنقول ان هو حاجه بتحصل اكيوت اون توب اوف كرونيك بروبلم وبتبقى غالبا بينفول. ممكن تبقى اكيوت، ممكن تبقى سب اكيوت، يعني البيشنت بريزنتنج بعد 3 ويكس تو 3 مانس، ممكن تبقى كرونيك سواء اذا كانت نيجلكتد او نون هيلد، عامله سودو ارثروزز، او حتى حصل لها هيلينج في مالونايتد بوزيشن اللي هي هتبقى ايه الويدجت بوزيشن او كولابس بوزيشن اللي هتعمل لي كايفوز. وممكن تبقى زي ما قلت هيلد او نون هيلد، ممكن تبقى البيشنت بريزنتنج ببين او اكسيدنتال ديسكفرد ويبقى عنده امبندنج فراكشر، يعني عندنا ديزيز بروسس ديستروينج جزء مهم من الاستراكشر بتاع الفيرتبرال بادي، ما اتكسرتش لسه، ما حصلش لسه فيرتبرال كولابس، ممكن يكون ما حصلش اكيوت بين، لكن يا اما البيشنت بيشتكي من كرونيك بين او جاي بريزنتنج بيعمل سيرفي لاي حاجه والانجري او الليجن بي ديسكفرد اكسيدنت. الكونسيكونسز بتاعت الفيرتبرال باثولوجيكال فراكشرز هي ان بيبدا يحصل هايت لوس، بيحصل بروجريشن مع الوقت، البوستشر او الاريكت بوستشر بتبقى صعبه، بيحصل انزرشن للاريكتور سبايني ماسل والماسلز اوف ذا بوستشر عشان تمنتين الاريكت بوستشر. الحالات اللي بتبقى واخده كورس طويل زي الاوستيوبوروزز بنلاقي العيان بيبدا يحصل له ابروتشنج من الريبز للاليا كريست، الابدومينال كافيتي بيبدا يقل، الريسبيراتوري ريزيرف بيبدا يقل. العيانين اللي بيبقى عندهم ميتاستاتيك ليجنز ممكن يحصل كولابس ويحصل كومبريشن على السباينال كورد. طبعا كل دي تبقى ايه كونسيكونسز دي ان يحصل لي حاجه تبقى نيجلكتد مع الوقت، مش جايه بصوره اكيوت سيفير زي التروماتيك فراكشر، العيان بيجي مش قادر يتحرك ويجي على المستشفى، هنا بتاخد وقت وممكن تبقى نيجلكتد وممكن تبقى ميز وتتاخر في تشخيصها. زي ما احنا شايفين هنا مثال، مثلا ان يبقى في عندي سوفت تيشو ماس او ديستراكشن للبادي ريبليسد بميتاستاتيك ليجن او سوفت تيشو تيومر، ومفيش بعد كده قدره ان البادي دي تتحمل النورمال فيسيولوجيكال لودز، يبدا يحصل كايفوز يعمل لي ستريتشنج على كور او جزء من التيومر نفسه يحصل له ريتروبالجن او بوستيرير ديسبليسمنت ويعمل كومبريشن على النيورال اليمنت. طبعا بالاضافه الى ان العيانين دوت لو اللي هيعيش منهم في كرونيك بين فتره طويله هيبقى عامل ابيوز للانالجيزيا مع بقى السايد افكتس مع الكوموربيتيز مع الاولد ايج لو هو في سن كبير،
كل الفاكتور ده هي هتؤدي الى further weakness و further progression للباثولوجي الموجود عندي، وفي الاخر العيان ده بيبقى عنده increase للموربيديتي والمورتاليتي، حتى لو كان الديزيز نفسه اللي هو مثلا الاوستيوبوروسيس از نوت ا كيلينج ديزيز، لكنه مع الوقت هيجي له prolonged recumbence، هيجي له further increase في البون ماس لوس، المسل ويستنج وهكذا، وده يزود المورتاليتي والموربيديتي. طيب ليه بنتكلم على الباثولوجيكال فراكشر اوف سباين؟ عايزين بس نقارنها كده باللونج بون فراكشرز سريعا كده، ان عندنا في السباين most of the body of the vertebra is composed of cancellous bone اكتر من cortical bone، يبقى في عندي سين شيل اوف كورتيكال بون في الانتيريور والميدل كولمز، يمكن البيديكلز واللامينا هي اللي بتبقى موستلي كورتيكال بون. طبعا هي قريبه من السباينال كورد والكودا ايكواينا، وده بيديها خطوره لان لو حصل بروجريسيف كولابس وكايفوزس او حصل ريترو بالس فراجمنت مع الوقت والبين مش سيفير، العين هيبدا يجي له نيورال ديفيسيت. في حاجه ثانيه هي ان الكونديشنز كتير قوي بتميمك البرزنتيشن بتاع الباثولوجيكال فراكشر، زي الجنرال ديجنريتيف ديس اوردرز، سبونديلوزز، كانال ستينوزز، بتاخد وقت وكورس طويل. تمام، السيمبل ماسل سترينز اللي ممكن يحصل مع تعرض للكولد ويزر او الاكزرشن او الاوفر اكتيفيتي ممكن برضه يدي سيمبتومز قريبه منها، وممكن عيان يبقى جاي متشخص او انا اشخصه او هو فاهم ان الكونديشن دي حاجه عاديه ديجنريتيف، وان البين ده سببه ان هو ايه ما تغطاش كويس او خد تيار هواء. يعني كل الكلام ده بيخلينا بنخش في ديفرنشال دايجنوزز مع حاجات سيمبل وبناين. فمهم جدا ان احنا يبقى ايه عندنا هاي اندكس اوف سسبشن لما يجي لنا بيشنت نشك فيه ان هو عنده باثولوجيكال فراكشر اوف سباين. زي ما قلت كل ده بيؤدي ان الدايجنوز بيبقى كتير قوي ديليت واوكلت ومش عارفين ايه سببه، وكمان في بعض الاحيان البيشنت نفسه ما يبقاش عارف يلوكالايز الليفل اوف ذا بين فين، وبيجي له في انهي اوقات، ساعات مع الاكتيفيتي، ساعات مع الريست، ساعات ديورنج سليب، تبقى السيمبتومز فاريبل من بيشنت للتاني. الديفرنت باثولوجي اللي ممكن ياثر عندنا ممكن يبقى حاجه سيستماتيك زي الاوستيوبينيا والاوستيوبوروز، حاجه لوكالايز زي مثلا لوكال بيناين تيومر او لوكال مايلوما مثلا، سيمبل مايلوما او بلازموسايتوما، ممكن يبقى كومبايند زي malignant lesion somewhere else في البادي في البريست او في البروستات، وبعدها ميتاستاتيك ليجن للسباين. ممكن يبقى حاجه ريجنال زي مثلا ستيفنس في منطقه معينه في السباين زي في الانكيلوزنج سبوندلايتس، بتخلي البيشنت الى جانب ان هو عنده اوستيوبوروز واوستيوبينيا من الستيرويدز او من الديزيز نفسها، بيبقى فيه لاكينج الشوك ابزوربنج ميكانيزم اوف السباين، وبالتالي اي سيمبل فول او اي وقعه خفيفه ممكن تعمل له فراكشر اوف ذا سباين. دي يعني مجموعه من الديزيز زي مثلا الاوستيوبينيا، الماليشيا، الاوستيوبوروزز، ممكن طبعا تبقى غالبا كومبايند هايبر باراثايرويديزم سواء برايمري او سكندري، فيتامين دي ديفيشنسي او كالسيوم ديفيشنسي، الهايبوجوناديزم بالذات في الميلز في الميدل ايج. ممكن يبقى ليجن عندي لوكال ليجن زي هامرتوما، زي الهيمانجيوما والليمفانجيوما، ودول بيبقوا رير ليجنز، وحتى لما بيبقوا موجودين في السباين غالبا بيجوا في البادي، وغالبا ما بيعملوش اي مشكله في الاستراكشر بتاع البادي ولا بيعملوا لها ويكنس، لكن ريرلي بيبقى في منهم تايبس تبقى اجريسيف بالذات في بعض الفيميلز اثناء البريجنسي، تلاقي الهيمانجيوما دي كبرت وممكن تحصل تعمل بريتشنج البوستيريور وول اوف ذا فيرتيبرال بادي وتريبليس كل الكانسيلس بون وتعمل سيفير ويكنج للستراكشر اوف ذا فيرتيبرال بادي وتعمل لي باثولوجيكال فلاش. ممكن برضه اللوكال نيوبلازم سواء اذا كان بناين او مالجنت، او زي ما قلت سيستميك نيوبلازم بعد انتستاتيك ليجن، او مع عامل ديزيز زي مثلا المالتيبل ميلوما بيبقى معاها اسوشيتد اوستيوبوروزس، فممكن يكون ده سبب في المشكله اللي عند العيان. طبعا كل الباثولوجي ده في الاخر الاوت كم هيعتمد على الماجنتيود اوف تروما، عشان يحصل فراكشر سباين نورمالي محتاجين هاي انرجي تروما، يا اما موتور كار اكسيدنت يا اما فول فروم هايت، لكن في وجود باثولوجي عامل ديستراكشن او عامل ويكنج او اوستيوليسيس في الفيرتبرال بادي او في البيديكلز مثلا، فبيبقى عندي الماجنتيود اوف تروما نيد بيبقى ماتش مينيمال ماتش ليس، ويبقى ممكن يبقى ايفن نو تروما. البيشنت ممكن يكون وهو بيقعد على الكنبه او بيقوم من الكرسي او بيوطي يجيب حاجه من الارض ممكن سيمبلي يحس ايه بطرقعه او بين سيفير في ظهره. الحاجات اللي موست كومن ممكن تبريزنت باثولوجيكال فراكشر هي الاوستيوبوروتيك فيرتيبرال كومبريشن فراكشر، ده هنعتبره ان هو باثولوجيكال لان هو البون كواليتي بتبقى اولتر، كمان بيبقى اسوشيتد مع ان المصل نفسها بيبقى غالبا في الالدرلي بوبيليشن المصلز بيبقى فيها ويستنج، فما فيش بالانسنج للمصل على الديفرنت مصل جروبس اراوند السباين، وده بيخلي في تندنسي ان العيان يبقى عنده كده كده بوستشرال كايفوز، ده بيزود احتمالات الكومبريشن فراكشر.
الحاجه الثانيه هي الميتاستاتيك ليجنز. احنا عارفين ان المالجنت ليجنز اوف السباين موستلي بنسبه 90% بتبقى سكندريز، ريرلي بتبقى برايمريز. وده مثال مثلا زي ما احنا شايفين كده في فيرتيبرال هايت مينيمال كولابس، وفي ابنورمال تكستشر، والسي تي بتاعت البيشنت مبينه ان في اوستيوليسيس في البادي وعامله انكروتشمنت على البوستيريور كمان. الحاجه الثانيه برضو اللي مش كومن، هي كومن الحقيقه، هي الهيمانجيومز، هي كومن فيري كومن، بنشوفها كتير قوي في الام ار ايز، لكن ريرلي فيري ريرلي ان هي تبقى اجريسيف وان هي تعمل ريبليسمنت للهول بادي، وان هي تعمل لي فراكشر لدرجه ان هي تعمل ويكننج ويحصل لي زي سكالوبينج كده او فيرتبرال ان بليت ديبريشن. تمام، وده المنظر بتاعها في السي تي اللي هو بنسميه البولكا دوت ابيرنس. طبعا هو للاسف هنا الفيرتيكال ستريشنز مش باينه قوي هنا، يمكن تكون باينه مش عارف يعني الحقيقه حضرتك شايفينها ولا لا، بس دي بتتسمى كوردروي ابيرنس اللي هي زي الايه القطيفه المضلع كده، اللي هو بتبقى حاجات ماشيه بالطول الترابيكلي، بتبقى الفيرتيكال ترابيكلي اللي هي متشافه هنا كدوتس تبقى هي البريزيرفد، والترانسفيرس ترابيكلي بتبقى حصل لها ريزوربشن بالفاسكولار سبيس. فدي ده الموست كومن باثولوجيز اللي ممكن يحصل فيها باثولوجيكال فراكشن. طبعا في حاجات عندنا تانية مش كومن ورير زي الاوستيوبلاستوما، بتيجي اكتر في البوستيريور اليمنت، فاحتمالات ان هي تعمل فراكشن بتبقى قليله. الانيوريزمال بون سيست كذلك رير في السباين، ريرلي ان هو يجي في السباين، لكن برضه ممكن يعمل بوستيريور اليمنت انجري. طبعا البارس ليتيك ريجنز اللي هي البارس انتر ارتكلرز ديفكت، دي اغلبنا بيعتبرها ان هي حاجه كونجينيتال او ديفلوبمنتال، لكن في ثيوريز بتقول ان هو ممكن تبقى نتيجه ماينور ريبيتد ماينور تروما، او ان في سام سورت اوف ديفيشنسي في الكالسيفيكيشن او في البون فورميشن في المنطقه دي، مع الاستريسز بتاعت الهايبر اكستنشن تعمل لي الفراكشر بارز، واللي ممكن بعد كده يتطور الى ليتيك لايسيسز. فده هنجيب سيرته يعني برضه في التريتمنت كده، بما ان احنا دخلنا في حاجات باثولوجيكال بتيجي من غير سيفير هاي انرجي تروما. طبعا التي بي بالذات التيوبيركلس اوستيومايلايتس رازر ذان السبونديلوسكايتس بيأفكت الانتيريور بورشن اوف ذا فيرتبرال بودي، وبالتالي بيحصل ديستراكشن انتيريورلي مينتيننج الميدل كولم والبوستيريور كولم. الحقيقه ده بيحصل جراديوال، والكولابس اللي بيحصل ما بنسميهوش احنا ما بنسميهوش غالبا ان هو فراكشر، بنسميه ان هو يعني ايه جبس او كيفوتيك ديفورمتي او بوست انفكشنز ديفورمتي. لكن لو يعني ده كده لو ايه لو 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 حد عايز مثلا بيجاوب سؤال في امتحان وحب يجاود او يزود يعني ممكن يذكر الحاجات دي، كانت مش تيبيكال قوي كباثولوجيكال فراكشر. زي ما قلت من شويه الباثولوجي اوف فيرتيبرال فراكشر بيبقى مالتي فاكتوريال، بيعتمد على البون كواليتي، على الجيومتري اوف فيرتيبرال بوديز، في لوكال كايبوزز او السباين واخده الاناتوميكال الاينمنت بتاعها، المسل جروبس اراوند السباين وعامله بالانسنج ولا لا، في جروب مور سترونج على الثانيه ولا لا، الحاجات دي كلها بتخش كفاكتورز في البريدكشن او الديترمينيشن هيحصل باثولوجيكال فراكشر لعيان معين ولا لا. دي المين جروبس اوف ترابيكولار باترن ارينجمنت في البرتبرال بادي زي ما احنا شايفين كده اهوت. تمام، دي السوبيريور جروب ودي الانفيريور جروب، بتبقى النتيجه ان هم بيعملوا لنا سترونج ارياز اكسبت في الانتيريور هاف اوف ذا بادي، ده يبقى اضعف حته. تمام، وعشان كده لما بيحصل اوستيوبينيا واوستيوبروزز او اوستيوماليشيا بيبقى يبدا الكومبريشن، لو ما عنديش يعني لوكال باثولوجي لوكالايز باثولوجي في البرتبرال بادي بيبدا الكومبريشن انتيريور رازر ذان في الميدل او posteriorly، ويبقى النتيجه ان انا يحصل لي كولابس زي كده. طبعا دي الصوره بتاعت دانيس ريكولم كونسبت، اعتقد الدكتور محمد عبد العزيز بيه قالها في المحاضره بتاعته. ده اول مثال اللي هو الموست كومن تايب او كوز اوف باثولوجيكال فراكشرز اللي هو الاوستيوبوروتيك فراكشرز. لما نيجي نبص على الام ار اي ده هي تي 2 وتي 1، هنلاقي ان احنا زي ما احنا شايفين كده اهوت هنا الفيرتبرال بادي جيومتري ريتيند، يعني السكوير شيب فيرتبري ريتين. تمام، لكن الاند بليت هنا في حاجه اللي هي بنسميها ساعات الايه الشمور نوديول. تمام، وفي يعني بعض الليتربتشر برضو مش كتير يعني بيفترضوا ان ممكن ده يبقى بدايه اوستيوبينيا او اوستيوبروز، وبيحصل فراكشر في الاند بليت ويحصل كولابس للديسك انترا كوربوريال او انترا بادي. فده مثلا مثال للايه الباثولوجيكال فراكشر اللي هو غالبا هيبقى يعني لو في سيمبتومز ممكن اسيمتوماتيك في اغلب الاحيان، او يبقى شويه باك بين، وبعد كده اهوت ممكن عندها اهوت يخش بقى في السيكونس بتاع الاند بليت سكليروز والسبوندروز وهكذا. ده مثال تاني بقى اللي عندنا زي في الرايت سايد، ده برضه ام ار اي بس ده تي 1 ساجيتال سيكونس. زي ما احنا شايفين كده اهوت البوديز ماركلي كومبريست ويدج، لدرجه ان هنا في بي ال 1 اعتقد
ال 1 سيفيرلي كومبريسد، خلاص الديسك بقى تقريبا الهايت بتاعه اكبر من الفيرتبرال البادي هايت مره او مرتين ثلاثه مثلا، تمام، وموجوده في مالتيبل ليفلز. وزي ما احنا شايفين كده في L5 فيها مايلد كولابس، لكن في دارك سيجنال انتنسيتي، معناه ان في هنا بون مارو قديمه بما ان ده هي تي 1، ودي نوتنج ان هنا في فريش فراكشر حاصل، وبرده في السبيرن بليت بتاع L3 في فريش فراكشر. لكن لما نبص هنا على L1 ودي 12 و L2 هنلاقي ان مفيش اي بون مارو قديمه، وده دلاله ان الفراكشرز اللي فوق دي كانت اولد وخلاص حصل لها هيلينج. صحيح هي هيلد، ممكن تبقى نوت بينفول كفراكشر ان اتسلف، لكن بتعمل لي ابنورماليتي في الالاينمنت اوف ذا سباين، بتخلي في لوكالايزد كايكوز، بتحط سترين على الباك ماسلز عشان تمنتين الاريكت بوستشر. كل ده بيخلي بيبقى في كرونيك بين ويخلي العيان بيعاني، ودي اهميه ان احنا نشخص الحالات دي بدري ونلحقها قبل ما يحصل السيفير كولابس ده. طبعا العيان ده لما يجي لي مثلا، ان انا هاخد بالي ان انا لو هعمل له اي بروسيجر هتعامل مع الليفلز اللي فيها اكتيف فراكشر او لسه ستيل هيلينج فراكشر، لو هعمل اي انترفنشن راذر ذان ان انا هتعامل مع السيفيرلي كولابس بوند اللي هم اوريدي يونايتد وهيلد ومش هم السورس اوف بين بتاعي. البرزنتيشن بتاع البيشنت بيبقى غالبا يا اما بين باك بين سم تايمز ريليتنج او ريفيرد للباتوكس. طبعا العيان ممكن يكون عنده بري اكزيستنج كانال ستينوزز او ديجنتيف سبونديلوزز، فممكن يبقى فيه سيمتومز بقى ميكسد مع سياتيكا او باك ساي بين او كالف ماسل بين او كلوديكيشن، وممكن الحاجات دي تزيد بزياده بعد ما يحصل له الفراكشن. زي ما قلنا البين بيبقى هو المين سيمتومز، ساعات الكايكوز لما يبقى لونج ستاندنج، لور ليم سيمتومز، البلادر اند باول سيمتومز، لو معانا لو في عندي element burst في الفراكشر، او لو عندي سيفير كايكوز عامل ستريتش للكودا اكواينا، او لو البيشنت ده عنده مالينجنت ليجن او ميتاسيس هي اللي عامله كومبريشن على الكودا اكواينا. ممكن نبقى نكتشف العيانين، بعض العيانين نكتشفهم بالصدفه مجرد ان احنا بنعمل فولو اب لعيان او بنعمل له جاله اكيوت باك بين، فبنعمل اكس راي او بنعمل ام ار اي، لقينا نلاقي عندنا ليجن. عشان نشخص البيشنت المفروض ان انا اشوف في عندي فراكشر ولا لا، والفراكشر ده هل هو جديد ولا قديم، هيلد ولا قديم زي ما شفنا لو شفت الام ار اي اللي فات ديت، ونسبه الكولابس قد ايه، هل في مايلد او مودريت او سيفير كولابس، وهل الانج بتاعي دي ستيبل، هل هو في اليمنت بيرست، تمام. هو صحيح بيبقى بريبيال تروما او مايلد تروما، لكن بعضهم بيحصل معاهم يعني اليمنت اوف انكروتشمنت على البوستيريور فيرتبرال وول وانكروتش على الكنال، واعرف السبب بتاعه، هل هو اوستيوبروز، هل هو سيستميك ديزيز، هل هو انكيلوزنج سبوندلايتس، وات ايفر ايه السبب، هل هو ميتاستاتيك ليجن، واعرف الايه التشخيص عشان اتعامل بعد كده مع الديزيز او الفراكشر والايتيولوجي بتاعه. لازم يبقى دايما عندي هاي اندكس اوف سسبشن. كتير قوي العيان يجي بقى له فتره طويله او ان هو خد سيفرال تريتمنتس، وممكن يكون عمل فيزيوثيرابي، ممكن يكون لابس بريس، كل الحاجات دهيت احطها في اعتباراتي. العيان لما يبقى ريزيستنت لكل الموداليتيز دهيت وبقى له فتره طويله، ابدا اشوف ان في حاجه غلط، من التشخيص من الاول كان غلط. لما يبدا العيان يجي لي ويقول لي لا انا ما وقعتش، ما اتخبطتش، ما شفتش حاجه تقيله، والحاجات دي حصلت اول اوف سادن كده، اهوت ابدا اشوف ان في باثولوجيكال فراكشر. لو البيشنت البين بتاعه مش سيفير وبقى له فتره طويله ومش اكيوت، تمام، وبقى له فتره طويله وبيبروجريس يعني بروجريسيف ويز تايم، ابدا اشك ان في حاجه سيريس جوه. طبعا احنا عارفين كلمه الريد فلاجز دي اللي هي بتخلينا نشك ان يبقى في انفكشن او تيومر او فراكشن، تمام، منها طبعا النيورال ديبيسيت، لو في ويت لوس، لو في فيفر، لو في هيستوري اوف راديشن او هيستوري اوف مالجنسي، او في كان في سيستميك انفكشن ممكن تكون باعتها لوكال يعني لوكال سيدنج في السبوت. اللاب تيست اللي بعملها بالذات العينين اللي سنهم فوق ال 40 او 45، ببدا الاول احاول اكسكلود المايلوما، تمام، بما ان هي بتعمل اوستيوبروز، ممكن تبقى بريزنتنج باوستيوبروز او باك بين وفيرتبرال كومبريشن فراكشرز. بعمل باراسورمون، اكريكوسيتيز، الكالسيوم توتال انايز، رينال فانكشنز طبعا عشان لو العيان عنده مشكله في الفيتامين دي اكتيفيشن هتعمل لي اوستيوبينيا. بعمل الانفلاماتوري ماركرز لو انا شايف ان يكون في انفكشن ولا حاجه. الايمجنج نبدا بالاكس راي طبعا، طبعا العيان كل ما جالي العيان وكان لافف قبل كده وعامل بروسيجرز قبل كده واخد علاجات قبل كده، كل ما انا هرش ان انا اعمل بقى ايه سي تي ام ار اي وهكذا، بس ابدا بالاكس راي مبدئيا، ولو لقيت فيه اي ليجن بعمل لها سي تي وام ار اي عشان اعرف هل هو الكاسر ده، هل هو مجرد سيمبل ويتش ولا في بيرست اليمنت ولا في اوستيوليتيك ليجن عامله ديستركشن في الباتور بودي، لان ده غالبا مش هيبان في الاكس راي. بعمل ام ار اي عشان
اعرف الفراكشر. لو انا لقيت فراكشر، الفراكشر ده هل هو اكيوت ولا كرونيك؟ هل في هاي سيجنال انتنسيتي في تي 2 او دارك سيجنال انتنسيتي في تي 1، يعني ان هو لسه اكتف او لسه فريش او لسه هيلينج، ولا هو كسر قديم وهيل؟ بعمل ديكسا لو انا لقيت ان يعني كانت اغلب العلامات تشير ان ده اوستيوبوروتيك ومفيش باثولوجي تاني، بعمل ديكسا عشان يبقى بيز لاين عندي اتابع بيه العيان بعد كده لو هديله علاج للاوستيوبوروز. طبعا لو شكينا ان في ميتاستاسز او مالجنان ديزيز او في هيستوري، بعمل التكنيشن بون سكان، وبعمل طبعا سكرين على البادي عشان لو ادور على البرايمري بتاعي. الكونسيكونسز بتاعت الباثولوجيكال فراكشر، طبعا اغلب الفراكشر دي بتبقى نتيجه الاوستيوبوروز، اغلبهم بيحصل له يونيون صحيح في مايلد كولابس او مودريت كولابس او كيفوز، لكن اغلبهم بيتعالجوا كونزرفاتيفلي وبيلحموا يحصل لهم يونيون وبيختفي البين، فما بياخدوش حاجه اكتر من كده. بعضهم بيبقى عنده بريزيستنت سب اكيوت او كرونيك بين، كل ما كان الكولابس في الفيربال بودي اكتر، وكل ما كان في نسبه من الكيفوز، كل ما كان في سترين على البوستيريور ماسلز اكتر، حتى لو كسر فولي يونايتد ممكن عنده يفضل يشتكي من كرونيك بين. ممكن يبدا يحصل نيورال كومبرومايز لو حصل سيفير كيفوز، او لو في بيرست element، او لو في soft tissue lesion او oscillatory lesion عامله encroachment على الكنال، او لو حصل acute on top of chronic يعني acute fracture on top وحصل لي retro pulse fragment عمل neural compromise على الكورد او الكودا equina. ممكن بعض العيال دول بعد ما يحصل لهم union يحصل لهم recurrence whether في الاندكس vertebra اللي هي اتكسرت قبل كده ولحمت، او في adjacent لبن نتيجه ان الجيومتري اختلفت والكولابس الموجود والتايفوز، او نتيجه ان المسلز كمان بقت weak والمسلز اكزرتنج اكسترا فورس عشان تمنتين الارت فورس، بالذات لو انا ما عالجتش الاوستيوبوروز او ما عالجتش البرايمري ديزيز اللي عمل لي المشكله ان ذا فيرست بليس. وممكن بعض الفراكشر يحصل لها نون يونيون اللي بنسميه سودو ارثروز، وده بيبان في صوره جاز او باكيوم ساين هتبني في الاكس راي وزين ذا فيرتبرال بودي. دي غير بقى الايه الفاكيوم ساين بتاعت الديسك اللي هي بتبين ان في ادفانسد ديجنريشن في الانتر فيرتبرال ديسك، دي هتبني في وزين ذا فيرتبرال بادي وهلاقي فيه زي دي ديفكت ده هو عباره عن اير او بلاكش اريا ويزن ذا فيرتبرال بادي، ده معناه ان في نون يونيون او سودو ارثروز. او ان العيان ده لو كان عامل فيكسيشن، انا عملت له فيكسيشن باي طريقه، ممكن الاقي العيان حصل له لوسننج للفيكسيشن اللي كانت معموله قبل كده ايا كانت بقى لعلاج اي كونديشن ديجنريتيف او فريدس فلاش. التريتمنت اوبشنز بالنسبه للباثولوجيكال فراكشر هي بتختلف من اولا الدايجنوزز بتاعنا ايه، الديزيز ستيت بتاعت البيشنت دي هل هي لوكال ولا سيستميك، الكونديشن بتاعت البيشنت، الجنرال ستيتس هيستحمل ميجور سيرجري ولا محتاجين له حاجه سيم. بتبدا من الكونزرفتيف تريتمنت اللي هي بتبقى في صوره بيد ريست وبريسنج وانالجيزيا وريهابيليتيشن، وتنتهي بالسيرجيكال وذر بقى انسترومنتيشن وفيوجن او كومبايند ويز ديكومبريشن. والحقيقه في حاجه بقت دلوقتي موجوده وترند دلوقتي اغلب الجراحين العمود الفقري بيمارسوه اللي هو الفيرتبرال اوجمنتيشن يوزنج المثال ميثاكريت سيمنت، ده بيتعمل سيمبلي بي انجكشن ثرو كانيولا بيربتينيسلي اندر لوكال انستيزيا. طبعا مش كل عيان هيحصل له فراكشر هينفع يتعمل له الفيرتبرال اوجمنتيشن، هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نستخدمه. زي ما قلت كده التريتمنت بتبقى اكوردنج للستابيليتي بتاعت الليجن، هل هي سيمبل ويدج ولا بيرست ولا فيها اليمنت باثولوجيكال او اوستيوليتيك ليجن واكل الفيرتبرال بودي، وهل في نيورال ديفيسيت ولا لا. الكونزرفتيف بيبدا بالريلاتيف ريست بريسنج فيزيكال ريهابيليتيشن ونعالج السبب، واذا كان مالجنسي هنعالجه اكوردنجلي ايراديشن او يتعالج البرايمري هرمون تريتمنت او وات ايفر، لو كان اوستيوبوروز هنعمل التريتمنت بتاع الاوستيوبوروز. بعض العيين ممكن يتحسنوا بالايراديشن ويز كومبايند ويز الفيرتبرال اوجمنتيشن لو ما كانش فيه نيورال كومبرومايز وما فيش سيفير ستراكشرال كولابس، والبعض الثاني ممكن تعمل له البيبتينيس فيكسيشن كحاجه تعمل ستابلايزيشن للسباين، وده يعتبر الى حد ما نوع من الباليتيف تريتمنت. وبعض الاوسرز ممكن يقول ان انا هستخدمه في الحالات اللي فيها امباندنج فراكشر عشان امنع الايه كولابس، ان انا اعمل فيرتيبرال اوجمنتيشن بري امبتد عشان امنع اللي هي الامبندنج فراكشر، او استخدم تيتانيوس فيكسيشن، او يبقوا كومبايند مع بعض. واخيرا السيرجيكال تريتمنت اللي هي بتبقى يا اما لو هو تيومر ماس مثلا اعمل راديكال اكسيجن وريكونستراكشن لو انا ايمنج فور كيور، او ان انا استخدم بون سيمنت كومبايند مع فيكسيشن
لو هعالج العيان باليتيف، او ان انا اعمل دي كومبريشن سيرجيكال نيورال دي كومبريشن علشان لو في نيورال كومبرومايز او اي اليمنت اي اوفندنج فاكتور افكتنج الكودا ايكوينا او السباينال كود. طبعا ده هيبقى البريسنج والانالجيزيا زي ما قلنا من شويه. دي الباتيرال اوجمنتيشن بيبقى ثرو الترانسبيديكولار انسرشن اوف جمشيدي نيدل او كانيولا، طبعا بيبقى سي ار جايدد او ايمج جايدد بروسيجر. وبعدين بعد كده بنين نتاكد ان احنا جوه البرتبرال بادي بنحقن البون سيمنت زي ما بنشوف كده، ايه زي مثال مثلا الاوستيوريتيك ليجن واكله كل البرتبرال بادي وذا تراك بتاع الكانيولا بعد ما اتشالت، وده البون سيمنت بعد ما وصل له سوليديفيكيشن، وهنا اللاترال فيو في الاكس راي. طبعا البروسيجر ده بيبقى ايمج جايدد بروسيجر، تمام، يعني حاجه تبقى بيركوتينيوس تعمل كلوز. بنعتمد ان احنا من بوزيشن الكانيولا او الجمشيدي نيدل زي ما احنا شايفين كده في الاي بي فيو في اللاترال فيو. وطبعا الروت بتاعنا بيبقى ترانس بيديكولر مينلي في اللامبر سباين، وساعات ايه اكسترا بيديكولر تمام في الدورسال سباين عشان ناكسس الفرتبرال بادي نفسها. ونعمل بعد كده طبعا الفينوجرافي بيستخدم كزي يعني عشان نقدر نعرف لما نحقن البون سيمنت وهو فلويد هيحصل اكسترافيجن في ليجن زي دي مثلا. ادي الفينوجرافي بتتحقن، الدايت بتتحقن، وبيحصل ايه اكسترافيجن في البلاد فيسلز. معنى كده ان احنا لو حقنا البون سيمنت بتاعنا وهو لسه فلويد هنلاقي ان حصل اكسترافيجن جامد وحصل ليكج في اماكن ما نعرفش ممكن تروح فين. فبنستنى شويه على البون سيمنت لغايه لما يعني يبقى مور بيست لايك او مور هيفي، ما يبقاش سو ليكويد يعني، وبعدين نبدا نحقنه او نغير البوزيشن بتاع الكانيولا، نعملها ريتراكشن شويه او نعمل ادفانس شويه علشان البون سيمنت من البادي ما يخرجش في الفينز. طبعا ده بيتعمل كبريكوشن قبل ما نحقن البون سيمنت. بعد كده دي صوره الكانيولاز، طبعا ده بقى باي بيديكولار انجكشن او فيرتيبرال اوجمنتيشن ثرو تو كانيولاز، تمام، وان ثرو ذا رايت بيديكل وان ثرو ذا ليفت بيديكل، وده البون سيمنت في الايه في السيرنج بامب بتاعته، وده اللاين كونكتد. وطبعا كونتينيوسلي مونيتور ايه باللاترال ديورنج الانجكشن، بنعمل ايه بنصور صور لاترال دايما واحنا بنحقن عشان نتاكد ان ايه نبقى نخلي بالنا ان البون سيمنت ما وصلش للبوستيريور فيرتيبرال بوردر عشان ما يخشش على الكنال ويعمل لي نيورال كومبروماد. طيب في حاجه ثانيه غير البرتيبو بلاستي، في اللي هي الكايبو بلاستي اللي هي الموديفيكيشن، عباره عن ان احنا بقى قبل ما بنحط الكانيولا بتاعتنا وبعدين انتروديوس البون اللي هي التامب دي او البالون ده، هي بيتعمل لها انجكشن او انفليشن برضه بالضاي عشان تبان لي في الاشعه ان هي تبقى راديولوسنت تبان لي في الاشعه، وبعد كده هو تعمل لها ويزدرول ونحقن البون سيمت مكانها. الاسامبشن هنا هوت ان يعني ان هي ممكن تستخدم في الحالات اللي فيها سودو ارثروز اللي هي لسه فيها موبيليتي في الفراكشن، اللي ممكن اعمل فيها اليفيشن الاند بليت. دي حاجه طبعا دي حاجه ثيوريتيكال اكتر منها واقعيه، ان في الغالب ما بتحصلش. الحاجه الثانيه هي ان احنا لما بنعمل انفليشن للبالون بيحصل كومبريشن للسراوندنج بون، وبالتالي احتمالات الليكج اوف بون سيمت بتبقى اقل من الفرتبرو بلس. طبعا في موديفيكيشن ثانيه كتيره واجهزه وانسترومنتس وامبلاس كتيره كل شويه بتستحدث وشركات كتيره علشان يعني كبدايل للفرتبرو بلاستي، لكن الحقيقه هو الجولد ستاندرد دلوقتي هو الفرتبرو بلاستي او الكونسبت بتاع السيمنت اوجمنتيشن. ده مثال للكايفو بلاستي، دي البون التامب اهي او البالون، و ده ايه الكانيولا اهي والبالون ادفانس جوه، بدانا نحقن ايه الراديو اكتر الراديو اوبيك داي، وده بترفع الاند بليت، تمام. طبعا عشان يحصل حاجه زي كده اهوت المفروض ان الكاس ده يبقى سب اكيوت، ما يبقاش كرونيك، ما يبقاش مثلا بقاله ست شهور او كده، والا هكسر انا الاند بليت وانا بعمل انفيشن بالون. وبعد ما نرفع الاند بليت تمام، طبعا ما بيرجعش نورمال، احنا مش هدفنا نرجعه نورمال، هدفنا بس نريستور بعض الهايت علشان نمنتين الالاينمنت والجيومتري بتاع السباين في الريجن ده. بعد كده اهوت بنعمل ديفليشن ونسحب البالون وبعدين نحقن السيمنت في السبيس اللي هو بقى كريتد ده. ده مثال مثلا للكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بعد البكتيريا البلاستي لو احنا مش شايفين كويس في بالايمج انتنسيفاير، او بنحقن يعني متحمسين قوي انثوزياستك قوي في الانجكشن، ممكن يحصل لي سيمنت ليكج انترا ديسكال او وذين الايه السباينال كمان. طبعا ممكن يعمل لي ممكن تبقى سيمبلي شويه باراسيزيا او شويه
راديكولار سيمتومز، وفي بعض الاحيان ممكن تعمل سيفير نيورال ديفيسيت، وممكن طبعا لو كميه اكتر من كده تعمل بارابليجيا اكوردنج بقى للليفل اللي بنحقن فيه. ودي هنا بتيجي اهميه السي ار، ان انا ابقى عامل فيجواليزيشن كويس. ومن احد الكونترا انديكيشنز للفيرتيبرو بلاستي او الفيرتيبرو اوجمنتيشن بالسيمنت هو لو مش شايف كويس ابورت البروسيدر، يعني لو جهاز السي ار مش مديك فرصه كويسه او البيشنت اوبيز قوي، يبقى ايه نابورت البروسيدر ونافويد ندخل نفسنا في مشاكل زي دي. بعد كده في سيرجيكال اوبشنز، ودي قليل لما بنحتاجها في الباثولوجيكال فراكشرز، بتبقى غالبا العيان مثلا الانجكشن لوحده مش كفايه، او في سيفير كولابس وكايفوزس، او عنده نيورال كومبرومايز ومحتاجين نعمل نيورال دي كومبريشن. ده مثال مثلا العيان كان عنده الحقيقه مش فاكر، دي كانت غالبا دي كانت اوس كورد فراكشر، وكانت نيجلكتد لفتره طويله، وكان في سيفير تايفوس ديفونتي في السباين، لدرجه ان هو وصل لمرحله خلاص ما بقاش قادر يمشي من الاستريتش على السباينال كورد، وبقى في ويكنس، بدا يحصل عنده ويكنس في الرجلين مع الديفونتي اللي هي التايفوس ديفونتي. ده مثال مثلا ان هو بيتعمل له ديكومبريشن لامينكتومي واوجمنتيشن للفيرتبرال بودي، وكمان انسترومنتيشن، لان لما يبقى فيه سيفير كولابس مش هنقدر نكوريكت الكايفس اللي موجود غير بالروز كريتيكال سكروز اند روز. طبعا نقطه مهمه، البون سيمنت عمره ما بيستخدم عشان يكوريكت الديفولت او عشان يفرد الفيرتيبرال بادي، البون سيمنت بيستخدم عشان كسبيسر عشان يعمل سبورت بس، او يستخدم في بعض الاحيان زي ما هنشوف قدام كاوجمنتيشن للسكروز عشان يزود البول اوت سترينث بتاع السكروز. طبعا بيشن زي ده لو هو عنده ليجن او ميجنت ليجن واخد البادي كلها وهو هنعالجه بالياتيفلي، يعني عنده مالتيبل ميتاستاسيز مثلا او عنده سيستميك باد سيستميك كونديشن، ممكن نعمل نفس البروسيدجر اللي هو بيبقى عباره عن دي بالكينج، نشيل التيومر ونعمل ريكونستراكشن او اوجمنتيشن بسيمن. لو عندي مالجنت ليجن بس دي سوليتري ميتاستاسيز، ممكن ساعتها يبقى انا ايمينج فور كيور، فاعمل بقى حاجه اسمها ايه توتال انبلوك سبوندلكتومي، واعمل ريكونستراكشن بقى بجرافت او بكيج وات ايفر، واعمل برضه بوستيريور انسترومنتيشن. في طريقه ثانيه بتستخدم في الباثولوجيكال فراكشن اللي هي الكريتينيس فيكسيشن، بالذات لو انا هعمل بالياتيف تريتمنت، او لو العيان عنده كونسيدربل كايفوزز مش كفايه ليه الفيرتيبرو بلاستي او الكايفو بلاستي، بنعمل مينيمال انسيجنز ونintroduce الجايد وايرز ونintroduce البيديكل سكروز عليها، زي ما احنا شايفين البيديكل سكروز هنا كانيوليتد اوكي ده ما بين هنا، وبعدين بنعمل فيكسيشن وممكن بيها نكوريكت الديفونتي الكايفس، وبعدين نعمل انجكشن في الفيرتيبرال بادي كسبلمنتال سبورت. وبعض الاحيان لما يعني سيفيرلي اوستيوبوروتيك ومحتاجين نعمل فيكسيشن او كوركشن اوف ديفونتي، بيبقى في حاجه اسمها فينستريت سكرو، زي ما احنا شايفين كده في هولز في السايدز اوف ذا ايه تيب اوف ذا سكرو، دي عشان بعد ما ابلاي سكرو بنبدا نحقن بون سيمنت ثرو السكرو عشان يملى الفيرتيبرال بادي اراوند السكرو، وبالتالي يزود البول اوت سترينث، يقلل احتمالات الايه الامبلانت فيلير او بول اوت ليتر اون. طبعا ده برضه بيبقى كومبليتلي ايمج جايد بروسيجر، تمام، نفس الجمشيد النيل اللي بنستخدمها في الفيرتيبرال اوجمنتيشن تايكوبلاستي او الفيرتيبرال بلاستي، بنستخدمها بنتروديوس بنفس التكنيك، وبعدين نحط الجايد وايرز، وبعدين انتروديوس السكروز عليها، تمام. وهنا ممكن بعد كده ممكن لو احنا عندنا عيان سيفيرلي اوستيوبوروتيك، ممكن نعمل انجكشن للسيمنت ثرو السكرو، ساعتها السكرو ده اسمه انجكتد سكرو، ده نوع من الايه السيمنت اوجمنتيشن للبيديكال سكروز، تمام. وبعد كده ايه نركب الروت بتاعنا ونعمل ريدكشن. ده طبعا انا حاطط الصوره دي كمثال للليتك لايسيس، على انه كانه باثولوجيكال فراكشن اوف ذا سباين، وازاي ممكن نعمله بحاجه مينيمالي انفيس. طبعا لو العيان ما عندوش نيورال كومبرومايز او نيورال سيمتومز باك بين بس، يبقى احنا هنعمل بوستيريور فيكسيشن وريدكشن ويزاوت فيوجن. بعض العيانين ممكن يحتاجوا انتر بادي فيوجن، وبرضه ممكن تتعمل بحاجه تكون بيربتينيس زي كده، زي ما احنا شايفين هنا مثلا بيتحط الكيج برضه بيربتينيسلي، بيكستند على وان سايد، اللي هي لو العيان عنده سيمتومز على وان سايد راديكولار سيمتومز، بنعمل حاجه زي تيلف ونشيل الفاسد جوينت ونانتروديوس الكيج ثرو السبيس ده هوت، وبعد كده نعمل كومبريشن على السكروز عشان نتين الكيج ان بوزيشن. ودي الوونز بتبقى اللي موجوده عند العيان لو هنعمل بس سبيبتينيس فيكسيشن ويزاوت دي كومبريشن او ويزاوت انتر بادي فيوجن كيج.
ممكن بقى نكومباين الاثنين مع بعض. لو العيان ده هو عنده شايفين ان عنده كولابس سيجنيفيكانت، وبعد ما عملنا بوزيشننج للبيشنت على ترابيس العمليات، حاولنا نعمل له اكستنشن او نكسر الترابيز عشان نعمل اكستنشن، نحط مخدات تحت صدره وتحت البلبس عشان نزود الاكستنشن، لقينا الايه الفيرتبرال بادي ما بتفردش معانا، ساعتها ممكن نعمل الفيكسيشن 13 سكروز و الفيرتبرال بلاستيكا الفيرتبرال اوجمنتيشن كومبايند سبلمنتال تكنيك. دي اخر حاجه اللي هي قلتها من شويه. لو انا عندي البيشنت عندي عنده مشكله لوكالايزد ميتاستاتيك ليجن واخده فيرتبرال بادي، والديزيز ما هواش ديسيمينيتد في البادي، والبرايمري تم التعامل معاه، والجنرال كونديشن بتاعت العين تسمح، فبنعمل حاجه اسمها التوتال ان بلوك سبوندلكتومي زي ما شايفين كده. دي البرايمري ريجن فراكشر وانكروتشنج على الكودا اكواينا بوستيريورلي، وعمل ديستراكشن للبوستيريور فيرتبرال بادي. بنعمل توتال ان بلوك سبوندلكتومي ونعمل ريكونستراكشن، وزر بقى باكسباندبل كيج زي ما الدكتور محمد عويس ذكر كده، اللي هو بيستخدم في الفراكشرز. طبعا ده للاسف مش متاح عندنا، او بيبقى في صوره ايه بون سيمنت بلوك ومعاه بون البون سيمنت بلوك ده عشان يعمل سبورت لغايه لما يحصل انتربريشن للفيبولار جراف. طبعا كل ده بيبقى سبلمنتد بوستيريور انسترومنتيشن. و طبعا باين هنا ان الفيرتبرال بادي اللي هنا مش شاله كلها، يعني ما فيش اي بون ولا في بيديكلز هنا موجوده، ونعتبر ان يحصل فيوجن هنا اهوت تمام لغايه يعني، ومسمين بوستيريور انسترومنتيشن عشان تو هولد الكونستراكت ان بليس لغايه لما يحصل انتربريشن. دي بعض الحالات المختلفه بقى. يعني هنا هنقول مثلا دي عيانه كانت كان عيان اوستيوبوتيك فيميل. الحقيقه البيشنت ده تبين بعد كده ان هي عندها مالتي مايلوما، وفي هنا نقطه مهمه ان دايما لما نيجي نخش نعمل فيرتيبرال اوجمنتيشن انت خلاص دخلت بكانيولا وذين ذا فيرتيبرال بادي، حتى لو عنده اوستيوبوروز، حتى لو عنده سنه كبير، حتى لو عنده هو بياخد علاج اوستيوبوروز، حتى لو عنده بيقول لك انا ميديكالي فيه ما عنديش اي مشكله ثانيه وما عندوش اي ساينز او سيمبتومز، خد بلاد سامبل من الكانيولا دهيت من التروكر دي مش جامشيني نيدل، ويعمل ابعتها فور سايتولوجي. سيفرال يعني بيحصل بالناس مثلا معايا شخصيا حوالي 10 الى 20% من البيشنتس ممكن يحصل الاقي عندهم ان يطلع في مالجنت سيلز، في مايلوما سيلز في السيتولوجي سامبل، ونبدا بقى ساعتها ايه نحاول عين خلاص احنا عالجنا البين اللي كان عنده، نبدا ايه نبعته على الانكولوجي ديبارتمنت يبدا ياخد العلاج بتاعه بروبرلي عشان ما نبقاش احنا عالجنا بس الايه اللوكال ديزيز. فلازم ايه اسحب عينه واتاكد هل دي سمبل اوستيوبروز ولا فيها اي كايند اوف مالجنت سيلز تمام. ده الانتر بوستيريور فيو، وده باين هنا اهوت الايه الكولابس اللي موجود انتيريورلي او الفويد اللي موجود انتيريور، وده بعد الايه السيمنت اوجمنتيشن تمام. طبعا نبص هنا نلاقي ان في باسكولار ليكس انتيريور وبوستيريور، بس ده الحمد لله مش جوه الكنال. لو هنبص كده هنلاقيه بره الكنال يحصل تريكلينج للسيمنت. طبعا ده بيحصل اكتر لو حقنا السيمنت بدري قوي قبل ما يبقى تو سبيس لايك، يعني المفروض نستنى لغايه يبقى الكونسيستنسي بتاعته زي معجون السنان كده ما يبقاش بيعمل دريبلينج، ونبدا نحقن علشان ما يحصلش اكسترنزيشن ليكج في اماكن مختلفه. في نقطه هنا كمان لو هناخد بالنا كده ان دي البري اكس راي فيها الكولابس اللي موجود فيها اكتر من البوست اكس راي. طبعا ده ما حصلش ريستوريشن او البارشل ريستوريشن ده ما حصلش نتيجه الاسمنت، ده حصل نتيجه البوزيشن اوف ذا بيشنت في هايبر اكستندد بوزيشن، سواء بمخدات او عن طريق ان احنا بنخلي الفراكشر لوكيشن سنترد على كسر الترابيزه، ونبدا نكسر الترابيزه نعمل لها ايه اكستنشن علشان نعمل هايبر اكستنشن في السباين. فده بيفتح لي الفيرتيبرال بادي شويه وبالتالي يديني سبيس جوه احقن فيه مور سيمنت، ولما السيمنت ينشف بيبقى مينتيننج الايه البارشلي ريستور بوزيشن، ودي تفرق معايا في الادجسنت ليفل فراكشرز وفي الريكرنس اوف اذر ليفل فراكشرز ليتر اون. في الاول اول ما الفيرتيبرال بلس اتوصف كان بيتعمل باي بيديكولر زي ما شفنا كده الصوره من شويه، كان فيه تو كانيولاز انسيرتد. دلوقتي اغلب الناس اغلب الجراحين بيستخدموا يوني بيديكولر تكنيك، وزي ما احنا شايفين هنا في الصوره دهيت ان احنا رغم ان احنا استخدمنا يوني بيديكولر ابروتش الا ان الايه الاسمنت البون سيمنت ملأ البادي. لان طبعا بتبقى الانتري بتاعتنا مور لاترال ليتل بيت لاترال، والكونفرجن بيبقى مور ليتل بيت مور كونفرجنت عشان نوصل للاذر سايد اوف ذا بادي، وده بيبقى ايفيدنت قوي في حالات اللي هي فيها كوزمول ساين او اللي هي الانترا فيرتبرال فاكيوم ساين او اللي هي السودو ارسول اللي هي بنلاقي فيها
التك في الفيرتبرال بودي، هنشوف كمان شويه صوره شبيه دي. طبعا برضو هنا باين ان في جود ريستوريشن اوف فيرتبرال هايت، وده برضو حصل بسبب الايه البوزيشننج اوف ذا بيشنت في هايبر اكستند بوزيشن، مش نتيجه ان انا بحقن الاسمنت. ده مثال ثاني للفيرتبرال اند بليت فراكشر اوستيوبروتيك بوست نيكودال اوستيوبروزيس، باين هنا في الايه اللي هو فريش فراكشر في التي في التي 1، وده بعد الايه السيمنت اوجمنتيشن او الباثوبلاستي. وباين هنا برضو بعض الفاسكولار ليكس، تمام زي ما احنا شايفين كده نتيجه ان احنا حقنا الاسمنت بدري شويه. اوكي ده مثال مثلا للسيلولار سورس، لما نشوف كده اللاين ده كده، ده معناه ان ايه، شايف ان اللاين كده فاكيوم ساين جوه الفيرتيبرال بودي، ده اسمه فيرتيبرال سودو ارثروزز او كوزمول ديزيز او فاكيوم ساين، ده غير الفاكيوم ساين اللي بنشوفها جوه الديسك بتاعت الديجنتيف ديسك ديزيز. وباين هنا اهوت ان ايه في بون مارو اديما اهي، طبعا دي تي 1 عشان كده باين ان هي دارك سيجنال انتنستي، وده بعد ما اتحقق. ادي البوست اي بي ولاترال، وده البري لاترال، باين طبعا ان في فرق في الفيرتيبال هايت، وان هنا الديفكت هنا فتح تمام نتيجه ان احنا عملنا هايبر اكستنشن للعيان وهو نايم، ده دلاله ان هو كان بقاله فتره طويلة عامل اللي هو السودو ارشود. وبرضه من الامثله اللي بتحصل معانا او بعض الكومبليكيشنز ان هيحصل لي انترا ديسكال سيمنت ليكج، تمام دي سيمنت فراجمنت كده اسكيبد، معناه ان كان في كسر في الغالب في الاند بليت وتريكلد جوه الانتر فيرتيبرال ديسك، غالبا ما بتعملش اي مشاكل وما بقاش ليها كلينيكال سيجنفكنس، لكن ده مثال اهو للايه للسودو ارشود والفيرتيبرال اوجمنتيشن. ده مثال لبيشنت معين سنه صغير، وكان طبعا فيري سترينج ان احنا نشوف العيان ده هو عنده 40 سنه وعنده بقاله نايم في السرير 9 شهور قادر يقوم من الباك بين. لما اتعملت الاشعاعات بتاعته شفنا اللي هي الكوردروي ابيرنس او سوري البولكا دوت ابيرنس في الاكزيال سي تي، وباين هنا ان في 3 ليفلز فيهم كومبريشن، 3 ليفلز اوف فيرتيبري في الدورسال سباين فيهم كومبريشن، طبعا ناهيك عن الايه الاوستيوبينيا اللي موجوده في الاكس راي في عيان عنده 40 سنه، حاجه فيري سترينج. تمام وادي البون سكان بتاعه، لو انتم شايفين بقى في حاله كده ان البرزنتيشن بتاعها غريب نبدا نعمل كل الانفستيجيشن. صحيح هو مش يعني مش ستاندرد انفستيجيشن يطلب في الحاله دي، لكن كنا عايزين نعرف هل في حاجه باثولوجيكال جوه، في اي حاجه في بقيه السكيلتون ولا لا، ما لقيناش حاجه لقيناها بس لوكاليز في 3 ليفلز هنا. تمام وده البوست بتاعه، ادي شايفين طبعا الباترن بتاع الديستريبيوشن اوف سيمنت وزن البرتيبرال بادي مختلف عن البرتيبرال فاصل شويه من شويه، الثاني كان اوستو بروتو فراكشر او انترا برتيبرال فاكيوم ساين او سودو ارثروزز. تمام هنا شايفين ان هي ايه في ترابيكيوليشنز السيمنت عاملها دلاله ان في كافيرنس سبيسز اللي هي بتاعت الايه البرتيبرال هيمانجيو، طبعا السيمنت فيلينج هنا كويس وهنا كويس، طبعا هنا كميه السيمنت مش كافيه، لكن عند ده هو بدا بعد اسبوع من العمليه او من البرتيبرال اوجمنتيشن يبدا يمشي ويتحرك والبين بقى ماركتلي امبروف. ده مثال الباثولوجيكال فراكشر نتيجه ايه ميتاستاتيك ليجن، ده عيان عنده بروكتوجين كارسينوما 48 years old جاي باك بين وشويه بقى ايه اوكيجنال ايه راديكولار سيمبتومز في رجليه. الاكس راي باين ان فيها حاجه مش مظبوطه بس مش التيبيكال فيرتيبرال كومبريشن فراكشر بتاع الاوستيوبروزز، وسنه مش بتاع الاوستيو بروتيك فراكشرز، والسي تي بتاعتهم باينه ان فيه اوستيوليتيك ليجن واخد نص البودي تقريبا وانكروتشنج على الكنال، وطبعا باين هنا اهوت ان ايه ان التي 1 فيها بون مارو قديمه، ولما عمل اعتقد دي تي 1 او تي دي تي 2 دي تي 2 باين فيها بون مارو قديمه. تمام طبعا الباترن مع السي بتاع السي دي ده اهوت مش بتاع اوستيوبروتيك فراكشر مش بتاع هيمانجيوما، والهيستوري بتاع العيان والام ار اي يقول ان ده ميتاستاتيك ليجن، طبعا للاسف ما عنديش الكونتراست تي 1 ايمج هيبان فيها ان في انكريز ابتيك في البادي بسبب ان ده فاسكولار سوفت تيشو. ده البوست بتاعه بعد ما عملنا الفيرتيبو باسي. الحقيقه العيانين اللي عندهم ميتاستاتيك ليجنز بيبقى غالبا 90% منهم بيحصل ليكج وذر في الكنال زي ما احنا شايفين هنا كده، بس الحمد لله ما حصلتش اي ديفيسيت، او ثرو الديفكتس اللي في الفيرتيبرال بادي، لان الانجري او الليجن بتبقى هابازنري ايرودنج الايه الكورتيكال بون في بتاع الفيرتيبرال بادي، وبالتالي بيبقى عندك فرصه عاليه جدا ان يحصل ليكج. فاغلب عيانين الميتاستاتيك ليجنز الباثولوجيكال مالجنت ليجنز اوف سباين بيحصل فيها ليكج، وعشان كده لازم نبقى حذرين اكتر وما نعملش عيان الا لو هو هايلي انديكيتد، وبيبقى في الغالب بنحاول الاول بالايراديشن لو ما كانش لسه حصل فيرتيبرال فراكشن او كولابس يعمل ايراديشن، اغلبهم بيتحسنوا على البين،
واللي بعد كده يبقى عنده انترنال فراكشر ممكن، او حصل له اكشوال فراكشر نعمله بعد كده الفيرتيبرال اوجمنتيشن. هاي دي اخر سلايد ان شاء الله. الكونكلوجن هي ان احنا اتكلمنا عن الباثولوجيكال فراكشرز، وان هي بتصل لانواع مختلفه من الديزيز، سواء لوكال ديزيز او ريجنال ديزيز او سيستميك ديزيز، او سيستميك ديزيز زي المالجنسي بعته لوكال ميتاسيس. المشكله دي بدات تزيد في الميدل ايج نتيجه المالجنان ديزيز، ونتيجه برضه الاوستيوبروز، لان احنا بنشوف دلوقتي عيانين كتير قوي على الاوستيوبروتيك وهم في سن صغير، اضافه الى استخدام الاستيرويدز في الاوتو اميون ديزيز وفي كونديشنز ثانيه بيزود احتمالات الاوستيوبروتيك فراكشن. الايرلي دايجنوز اند بريفنشن بيؤدي الى ايرلي تريتمنت، وكان هيلب تريت الباثولوجيكال فراكشرز ومينيمايز الكونسيكونسز، وذر كانت اذا كانت ناتشرال هيستوري للديزيز او اذا كانت نيد فور سيرجيكال intervention. Most patients will recover the conservative methods أو using the minimal intervention procedures. A delayed diagnosis بيؤدي إلى اتجاه نحو the vertebral augmentation أو surgery، بيبقى الأوبشن بتاع ال conservative ده خلاص مش متاح. طبعاً لو هنعمل vertebral augmentation أو percutaneous fixation أو surgical intervention، لازم بعد كده ما ننساش نعالج ال primary cause ال osteoporosis ك disease. لو في مشكله برايمري بعد سكندري، بندور على البرايمري لان هو في كتير قوي من الاحيان ما بيبقاش متشخص لسه، بيبقى عندنا ميتاسيس ويزاوت دايجنوز برايمري، والمفروض ندي العلاج طبعا بتاع الاوستيكوز لو المشكله عندنا هي الاوستيكوزز. المانجمنت لازم يكون لوكال للليجن او للفراكشر، ريجنال ريهابيتيشن كريهابيتيشن للمسل باور والمسل سترينث، و سيستميك فاكتورز كسيستميك تريتمنت. وان التريتمنت اوبشنز اخر حاجه بتبقى تيلورد اكوردنج للبيشنت ستيت، الميديكال ستيتس، الديزيز ستيتس، وهل هو كان توليريت ماينور سيرجري ولا مودريت سيرجري ولا حاجه الترا ميجور زي الام بلوكس كوندكتومي والريكونستراكشن. اعتقد انا كده خلصت، دي اخر سلايد. Thank you so much, Professor Ahmed B. Morsi, for this very interesting talk. Thank you so much, sir. شكرا دكتور محمد بيه. شكرا استاذنا. دكتور أشرف بي إسماعيل وأستاذنا الدكتور جلال بي كاظم. المحاضرة جميلة جدا يا دكتور أحمد باشا. تسلم على الموضوع الصعب. ربنا يكرمك ويخليك إنك قبلت إنك تيجي وتشاركنا في هذا الكورس. يا ده شرف ليا دكتور جلال بي، الله يخليك. أنا اللي شكرا الحقيقة. ونرحب بيك في الانضمام الى مجموعه الاونلاين تيتشرز بتاع منها اللي بقياده سياده العميد القادم ان شاء الله الدكتور محمد الاشعب. ربنا يديك الصحه يا استاذ. الله يبارك. صراحه الدكتور محمد بيه عامل مجهود بصراحه، و العافيه يا معالي الباشا، والمجهود مسمع في كل حته وما شاء الله، يعني ربنا يديك. ربنا يكرمك يا معالي الباشا، ربنا يديك الصحه. فوز عظيم جدا، ونشكركم على المشاركه الحقيقه. دلوقتي عايز اسال سؤال صغير بس لو سمحت لي. طب لو حصل ليك في الفينز اللي بتخش في انتر ابدومينال زي بعض الصور ظهرت، ايه تاثيرها دي على بعد كده يعني؟ هو هيك الحقيقه، هو الليكس اللي بتخش في الكمال والكمال عارفين اخرتها افندم، الليكس اللي بتخش في الابدومين، الليكس اللي بتخش بقى في الـ في الـ في الفينز اللي هي كوميونيكيتنج فينز. تمام. هو الحقيقه هو طبعا هو ثيوريتيكالي في يعني في كلام ان هو ممكن تعمل مايكرو امبولاي وتعمل ميزنتريك مشاكل في الميزنتريك فيسلز وكده، ان هو الحقيقه ما فيش حاجات ريبورتد من او بروفن ان هي من البون سيمنت اللي حصل، اللي هو حصل له ليكج. اللي كان ريبورتد ان بعض البيشنتس ريبورتد ان هم بعد الانجكشن او الاوجمنتيشن لسبب او لاخر، سواء كانوا سيمتوماتيك او لا، عملوا لهم chest سي تي، وجدوا ان في بعض السيمنت امبولاي موجوده في اللانجز. مش كل العيين دول حصل لهم مانيفستيشنز، بعضهم كان حصل لهم بعض الديزني او تشيست بين ديورنج البروسيجر، لكن ما فيش حاجه ريبورتد ان هي فعليا اثبتت ان هي بسبب كابدومين او كميزنتري، ما فيش حاجه اثبتت ان هي بسبب الانجكتد سيمنت. والحالات اللي دخلت نيورال كانت بقى عملت لها ايه؟ والله لك يعني الحمد لله هي حصلت معانا مره واحده. الحاجات اللي هي بتبقى ماينور دي، احنا انا يعني بنعمل البروسيدور ده اندر لوكال انستيزيا، بكبرنا يعمل سيديشن بحيث ان العيان يبقى صاحي وبساله لو انا شاكك في اي حاجه.
اولا طبعا هنا الوقايه خير من العلاج، يعني من الاول كده ايه ابدا احقن انتيريور و ريتراكت الايه الكانيولا جراديوالي، ومش هستنى ان البون سيمنت يوصل لغايه البوستيريور كوارتر من الفرتبرال بودي، يعني وانس مثلا ملى الانتيريور 2 ثيردز او الانتيريور 3 فورث انا بكتفي بهذا وباخد صوره اي بي اتاكد ان هو ملى يعني جزء يعني اتليست مثلا 60% اوف ذا ترانسفيرس دامج في البطن. لو لقيت ان في بون سيمنت حصل بدا يحصل ليك التقصير بوقف على طول اول حاجه، بحاول بس دي طبعا يعني بحاول اعمل زي ايه او ويزدرو بالسيرنج نفسها او بالبامب ريفرس، بس طبعا ده كلام يعني ايه دي محاوله وفي الغالب ما بتعملش حاجه، ما بتعملش ويزدرو ولا اي سيمنت. بتاكد من الاول ان العيان ما عندوش اي سيمتومز، مفيش تنميل في رجليه، مفيش وجع في رجليه. غالبا لو هو لو انا خدت بالي بدري وقفت الانجكشن السيمنت بيبقى فلويد فبياخد الكونتور بتاع الكودال ساك الكودال كوينا ساك و التمبريتشر بتاعته غالبا ما بتاذيش النيورال ايرمت لان هم سراوند بالسي اس اف ديورال سليب والكودال كوينا، وغالبا بياخد الايه الكونتور بتاع البوستيريور فيرتيبرال بودي السبيس اللي بين الفيرتيبرال بودي بوستيريور بوردر والديورال ساك. لو حصل بقى ديفيسيت من العيان او الاكسسيف ليكج ففي الحاله دي لازم نعمل ايميديت دي كومبريشن. الحقيقه كانت حصلت مره في بيشنت معايا وكان ميتاستاتيك بيشنت وكان كل السباين اولموست كان بريست كارسينوما في ميل وكان كل السباين في ميتاستاسز وكان في تو ليفلز فيهم سيفير كولابس يعني. حصل ليكج عملنا لحسن الحظ العيانه دي كانت نايمه جنرال، هي ما كانتش عيانتي كانت يعني كانت عيانه حد من اساتذتنا واصر ان احنا ننيمها جنرال. ف قلنا خلاص في سيجن ليكج كميه كبيره فتحنا على طول عملنا لامينكتومي ودي كومبريشن. لو البيشنت بقى بعد كده لو في بيشنت تاني مثلا حصل له ليتر اون بدا يحصل له عنده سيمتومز radicular symptoms او sciatica for example بنبدا بلوكال انجكشن epidural steroids او transforaminal selective root block ما تحسنش بنجو فور surgical decompression في سيشن ثانيه طبعا. حياك الله حياك الله. اشرف do you have any comments sir؟ دكتور اشرف you are muted. الحقيقة أنا ما رحبتش بالدكتور أشرف في البانل الحقيقة النهاردة، ما حصلش إن أنا اتكلمت معاه، فنرحب بالأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل على مشاركته في هذا الكورس الحقيقة وجهده الكبير اللي عمله برضه. ربنا يخليك. طبعاً يا فندم طبعاً. وأنا للأسف الشديد إمبارح كنت داخل ك ك ك ك ك كسبكتيتور يعني، فما قدرتش أتكلم، ما كنتش عارف أتكلم إزاي، ف ما عرفتش اتكلم معاك خالص ولا احييك على المحاضره الاخيره بتاعتك اللي ساعدتك قلتها امبارح، وجاء في الاخر راح النت اتفصل، فاستبيحك عذرا لعدم ترحيبي بسعادتك ولا شكري ليك على جميل. عفوا بيك سعادتك شرفتني يا محاضره جميله جدا 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 يعني. ربنا يخليك يا تعبك. وكان في بعض الأسئلة الدكتور محمد عبد العال، why not to use the calcium cement instead of bone cement؟ تمام. هو حقيقة كالسيوم صلصفيت أو كالسيوم فوسفيت بيستخدم وهو موصوف كموديفيكيشن ما نطلق عليه بيولوجيكال سيمنتس، إن هو يستخدم كحاجة تملى الفراغ وتعمل سبورت وبعد شوية يحصل لها إنكوربريشن أو إنتجريشن في الفرتيبرال بودي. بس هو الحقيقة الستادز كلها اللي اتعملت كبايوميكانيكال ستادز بتقول ان السترينث بتاع الكالسيوم سيمنز مش زي المثال مسكليت سيمنز ستيل، وطبعا هو ما بيعملش ما بيوصلش الحراره زي المثال المسكليت سيمنز. هو المثال المسكليت سيمنز البرتيف بلاستي بيعمل بيوصل حوالي 40 45 ديجري سلسيوس، الكالسيوم فوسفيت بيبقى اقل منه شويه تمام اللي هي البيولوجيكال سيمنز، لكن كسترينث وايز هي مش محبذه. لو عندي عيان young age مش عايز اعمل له سيمنت يعني مثال مسكليت سيمنت ممكن افكر اعمل له بيولوجيكال سيمنت زي الكالسيوم. بس هي المشكله الثانيه حضرتك ان هو بيبقى البريبريشن بتاعه بيبقى يعني قوله بصدر بتلاقيه بدا ينشف، وعشان نعمل له دايليوشن زياده هياخد وقت طويل قوي عشان يحصل له سوليديفيكيشن
في البرتبرا الماضي، فبيبقى الانجشن بتاعته صعبه، ولو خففناه بيبقى السيتلينج بتاعه بياخد وقت طويل. لكن هو يعني الفكره ده هي مطروقه من زمان، وبيحاول دلوقتي موديفاي انواع الكالسيوم سلفيت او كالسيوم فوسفيت بالادق يعني، او تراي كالسيوم فوسفيت عشان تستخدم بعد شويه مكان البوليميثايلامين سكريليت. شكرا دكتور احمد بيه. دكتور محمد بيه عبد الونيس، في تعليق لسعادتك؟ محمد بيه سعادتك ميوتد يا فندم. You are muted sir. المحاضرة شيقة جدا دكتور احمد، ربنا يكرمك. والموضوع صعب ان تخطيطه اصلا، لانه في حاجات كتيرة جواه، والحقيقة غطيته تغطية جميلة، بارك الله فيك، ربنا يكرمك دكتور محمد. تسلم. تفضل دكتور محمد. شكرا جزيلا اساتذتنا الافاضل.